السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 19 يوليو 2022. واستكمالا لتوقعات الأمس، واصل الدولار الأمريكي حركته التصحية وسط عمليات جني أرباح لأجل تداول الدولار حاليا عند مستويات 106.39، ومن المتوقع أن يتم استهداف مستويات 105 والتي سنراقبها خلال الأيام المقبلة، وفي حال الارتداد منها صعودا ومن المتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني الأربع ساعات، من المتوقع أن يعاود الدولار الأمريكي ارتفاعه مرة أخرى لاستهداف المستويات 109. أما في حال الإغلاق اليومي أسفل مستويات 105، قد يمتد التراجع الحالي إلى المستويات 103.50، ولكن لا تزال النظرة الشرائية مستمرة على المدى الطويل وبيعية على المدى القصير. أما بالنسبة لتداولات اليورو دولار، والذي يعني استفاد من ضعف الدولار الأمريكي وتم اختراق المتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني الساعة، لاحظنا ارتفاع لليورو دولار إلى مستويات 1.0250، ومن المتوقع أن يتم استهداف المستويات 1.0350 وتليها مستويات 1.0300 على المدى القصير، والتي ستمثل مقاومة قوية جدا لزوج اليورو دولار. ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الأسبوع، لكن ذلك لا يعني ارتفاع اليورو على المدى الطويل، ولذلك يجب مراقبة مستوى المقاومة المشار إليه منذ قليل. وبالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، أيضا من المتوقع أن نشهد بعض التصحيح الصاعد لإعادة اختبار الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة قرابة المستويات 1.22 في حال ظهور شموع بيعية على الإطار الزمني اليومي. من المتوقع أن يعاود الاسترليني تراجعه إلى مستويات 1.1880 أمام الدولار الأمريكي. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، أيضا من المتوقع أن نشهد بعض التصحيح الهابط إلى مستويات 136.50 ومستويات 137 على المدى القصير، ولكن مستوى الدعم الأهم والأبرز هو مستويات 135 في حال ارتداد منه صعودا وإغلاق يومي إيجابي قرابة تلك المستويات، ستكون فرصة جيدة لبناء تمركزات شرائية مع الحرص على وضع أوامر وقف الخسارة عند المستويات 134 واستهداف مستويات 139 مرة أخرى. وبالنسبة لتداولات أسعار الذهب، لا يزال الذهب متماسك أعلى نطاق الدعم 1685 ومستويات 1700، الشراء من المستويات الحالية جيد مع الحرص على وضع أوامر وقف الخسارة عند المستويات 1680 باستهداف مستويات 1745 و1750 وتليها مستويات 1800 على المدى المتوسط، وتظل النظرة الإيجابية قائمة بالنسبة للذهب خلال الأسبوع الجاري ما لم يحدث إغلاق يومي أسفل مستويات 1685. وننتقل إلى تداولات الداو جونز، ولا تزال النظرة الحيادية مستمرة لتداولات المؤشر والبيع من الحد العلوي قرابة المستويات 32000 وشراء من الحد السفلي قرابة المستويات 30000، وننتظر إغلاق أسبوعي أسفل مستويات 30000 لاستهداف مستويات 27500 كما تم مناقشة هذا الأمر في الندوة بالأمس. وأخيرا بالنسبة لتداولات النفط، من المتوقع أن نشهد بعض الهبوط التصحيحي إلى مستويات 95.80 دولار للبرميل، وذلك بعد الارتداد هبوطا من الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة على الإطار الزمني الأربع ساعات، وتم الإشارة بالأمس إلى أنه يفضل انتظار بيع النفط بعد التصحيح الصاعد، وتم أيضا إصدار تلك التوصية بالندوة بالأمس. الجدير بالذكر أن استقرار التداولات أسفل مستويات 105 يعني التداول البيعي على المدى القصير فقط، وفي حال اختراق وإغلاق يومي أعلى مستويات 105 نستهدف مستويات 114 دولار للبرميل على المدى المتوسط والطويل. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، تمنيت لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.